لازالت أيضا تلك الصور التي تأتينا الآن من أسدود تذكر أن هذا المرشحات الصرفية والآن نسمع إلى صوت أطفالات الإنذار أخي عامر أركب الخطر ما لكن إيانا ونزلنا مع هذه الصور التي وصلت قبل قليل من أسدود وحالة من الذعر ومع إطلاق صفارات الإنذار بعد الشقات الصوتية لكتائب القسام والصفار الفلسطينية شارفة أسدود وجنوب عسقلان تابعنا تفاصيلها أيضا مع مراسلنا من جنوب عسقلان إلياس كرام تلقت قليلا مع هذه الصور التي وردت قبل قليل من وش انت